محمود، عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك بعد الاعتزال ليه اتجهت للإدارة وما اتجهتش للتدريب، مع ان حضرتك المفروض ان يعني المفروض ان حضرتك لعيب مهاري وعينك كويسة على اللعيبة، وحضرتك اتمرنت تحت ناس مع ناس كتير قوي سواء مصريين او اجانب مدربين عالميين، فحضرتك ليه اخترت الإدارة وما اخترتش التدريب؟ والله يا وليد انا وصلت لفترة وانا بعتزل زي ما كان قال كارلوس حسن، كان اصابات كتير قوي، وكنت وصلت لفتره من فترات انا مش قادر اعيش في معسكرات ومش قادر اتغرب ولا قادر اسافر من جوايا. حاسس ان انا ما كنتش مستحمل ان انا اسيب البلد، ما كنتش مستحمل ان انا اركب طياره. فانا فكرت فعلا في الامر ده، وانا بعشق ان انا ابقى موجود جوه الملعب او العمل الكروي، يعني انا بعشقه وده حياتنا وبفتقده برضه. فأنا بقول لك ده عشان برضو للي جاي يعني. لكن أنا فكرت في إن أنا لو بقيت مدرب لازم أسافر أمرن بره، لو جات لي فرصة لازم أسافر حتى لو جوه مصر بس في بلد أخرى مش القاهرة يعني، لازم حسيب ولادي. وأنا ثلاث بنات ربنا يعني يبارك لنا فيهم، محتاجين بعد فترة طويلة قوي كنت موجود فيها في الملعب بعيد عنهم شوية، محتاجين أكون موجود. فالغربة دي اللي هختار طريق التدريب وابقى فعلا بقى استحمل الغربه. زي النهارده مثلا نذكر الكابتن انور سلام، هو موجود في القاهره لكن هو في مثلا بورسعيد، لازم يتحرك. انا ما عنديش ده، ما اقدرش اعمله، لازم ابقى صادق مع نفسي، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن اسرتي، ما اعرفش. بس عشان كده اختار. بس حضرتك انا يعني رايي ان حضرتك هتفيد سواء النادي اللي حضرتك هتدرب فيه او سواء اللعيبه اللي حضرتك هتمرنهم، هتفيدهم او بخبرتك في الملاعب. يعني انا اذكر حضرتك كابتن محمود يعني ما بتقابلش معاه كتير، لكن الثلاث اربع مرات اللي حضرتك قابلتني فيهم قلت لي نصيحتين ثلاثه، يعني مش عايز اقول جبت منهم حوالي 6 جوان دلوقتي. تقول لنا بقى دلوقتي ايه؟ فعلا والله فعلا. انا عايز اقول تقول لي دلوقتي هو قال لك ايه؟ كان مباراه لعبناها وقابلت كابتن الخطيب بعدها، فقال لي انت ليه بتيجي على 18 وبترقص وبتحاول تخش جوه ال 18؟ فقلت له يعني يا كابتن بحاول احتفظ بالكرة اكتر واحاول اوصل بيها للمرمى. فقال لي لا، انت لو رقصت وشطها مره واحده على طول حارس المرمى ما بيبقاش مركز في الكرة كويس، وممكن لو حطيتها حتى بوش رجلك على طول من غير ما انت تشوف الجون ممكن تدخل كمان. فحاولت اجربها بعديها بمباراه ماتش المصري في القاهره، فعلا رقصت المدافع وشطها وانا مش شايف الجون، وفعلا كان الجون بيتحرك والكرة دخلت جون. فمتهيألي في مباراة غانا منتخب ناشئين تحت 19 سنة برضو كابتن الخطيب قال لي بعد ما ترقص برضو حاول اعمل انك هتشوط وعدي تاني، وعملتها وخدت منها ضربة جزاء ومصطفى صادق شاطها ووصلنا كاس عالم كمان ما شاء الله. فمتهيألي ان اللعيبة هتستفيد جدا بخبرة حضرتك، والنادي اللي حضرتك هتمرنه هيستفيد برضو. لا يا ريت، هو طبعا بشكرك على ده يعني، لكن انا مش عايز افيد اللعيبة وادور بناتي. يا جماعة هو إنسان صادق مع نفسه ومع الناس، وفي مسؤوليات بتاعته هو شخصيا، ما نقدرش نقول له أكتر من كده فعلا، لكن هو مش بيبخل أبدا على زملاء المهنة، ما يقدرش. هو بيقول لك على طول، أكيد بيقول للتاني والتالت والرابع. زي بالظبط إحنا حضرتك لما كنا صغارين برضو كان في نجومنا الكبار، مثلا يمكن زميل عزيز جدا فادني، كنا لعبنا مع بعض كتير كابتن زيزو مثلا. كان برضو انا يعني هو في بيني وبينه فرق يمكن سنتين قبلك، هو هو قبليه طبعا. فكان بينصحني، وده بالظبط ده اللي كان بيحدث من غير من زيزو برضو مع يعني مثلا مصطفى ده مفروض ده طبيعي جدا يعني.